عمري ما انتقدت لاعب يعني، وانا حتى مدرب عمري ما انتقدت لاعب، حتى موضوع المحمدي اتفهم بشكل خاطئ. انا ما انتقدتش احمد محمدي كلاعب، انا انتقدت كليدر للفريق وكشخصية، شخصية كابتن قائد. فريق. وزي ما بقول، ما انا بقول على مستوى انا ما اعرفش برضو يعني، انا بقول ان ميسي ممكن ما يكونش قائد كويس يعني، ممكن جدا يكون كريستيانو افضل مثلا، او يعني انا دايما بشوف القائد لازم يكون عنده شخصية القيادة شوية، ان في والقائد بيبان دايما في وقت الزنقة يعني. فهو محمدي ممكن للناس اللي وصلته الكلام غلط، انا قلت محمدي من افضل اللعيبه الموجوده اللي احترف في البريمير ليج والتشامبيونز ليج، لعب كتير جدا، المستوى الفني لعيب كويس، لكن على مستوى ما عندوش كاركتر، ما عندوش شخصيه القائد، ما عندوش شخصيه كابتن الفرقه. وده ما حاجه ما تعبوش يعني، انا ممكن اقول لك انت انت كويس قوي، بس ما تنفعش القائد. دي شخصيات ممكن مخلوق بيها ومش موجوده عندك. ممكن يكون في قائد كويس قوي بس مش لعيب كوره كويس. مدير فني يقرر والله. هو لو شايف ان في الوقت دوت، ما هو ممكن جدا يكون زي ما بقول لك، ممكن يكون في الادميه في الوقت اللي احنا فيه لا يصلح يكون قائد. وممكن يكون عندك ولد صغير طالع وعنده اللي عنده الشخصيه القياديه وممكن يقود لك فرقه يعني. فموضوع يرجع لرؤيه المدير الفني وايه اللي احتياجاته في الفتره الموجوده يعني. توصلت كده مع محمدي بعد كده؟ هل حصل بينكم اي تواصل؟ لا خالص يعني. هو طبعا قال تصريحات ما كانش يعني ما كانش مفروض تطلع، وبالتالي انا ما ردتش يعني، مش معقولها صحيح ارد على لعيب يعني.